إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه ومصطفاه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى جعل لكم طهارتين من خبثين، أما الطهارة الأولى فهي طهارة القلب من الشرك بالله عز وجل، وذلك بأن تخلصوا لله وحده عبادتكم، لا تريدون بالعبادة شيئا من أمور الدنيا، فإن من أراد بعبادته شيئا من أمور الدنيا أحبط الله عمله. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخلصوا أيها المسلمون عبادتكم لله، لا تريدون بها أن تمدحوا عليها أو أن يثني الناس عليكم بها، فإن ذلك من إرادة الدنيا. لا تريدوا بالعبادة جاها ولا شرفا ولا سيادة في الدنيا ولا مالا تتمتعون به في حياتكم. اعبدوا الله مخلصين له الدين، طهروا قلوبكم من الشرك، فإن الشرك لظلم عظيم. أعظم الشرك أعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وطهروا قلوبكم من الغل والحقد والكراهة والبغضة لإخوانكم المسلمين. إياكم والتباغض، إياكم والتعادي، إياكم والتحاسد، طهروا قلوبكم من كل ذلك. طهروا قلوبكم من محبة السوء لعباد الله، فإن من أحب لأخيه السوء وفقه الله تعالى للسوء، والله تعالى في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. أيها المسلمون، طهروا أعمالكم من الابتداع، أخلصوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا ما كان يقول ويفعل من العبادات، وانظروا ما كان عليه السلف الصالح. وإياكم وبنيات الطريق، إياكم وما جاء به الخلف مخالفا لطريق السلف، فإن ذلك من البدع التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. أما النوع الثاني من الطهور فهو طهور الأبدان من الأحداث والأنجاس. طهروا أيها المسلمون أبدانكم، وطهروا ثيابكم، وطهروا مواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار. استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. واعلموا علم يقين أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر،
يفاجأ الإنسان عند كراق الدنيا بالعذاب في قبره إذا لم يستنزه من البول، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في أمر يشق عليهما ويكبر عليهما بل هو سهل عليهما. ولهذا جاء في رواية أخرى في البخاري بلى إنه كبير، فهو كبير من كبائر الذنوب ولكنه ليس كبيرا من حيث العمل والتعب، لأنه لا يشق على الإنسان أن يتنزه من البول. قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وإن من الخطأ الفادح ما يفعله بعض الناس، يبول ثم يقوم من بوله بدون استجمار ولا استنجاء، لا يبالي بما أصابه من البول ولا يستنزه منه، ثم يذهب ويصلي، وإن هذا لصلاته باطلة لا تنفعه ولا تبرأ بها ذمته، وهو وما فعله فمن كبائر الذنوب العظيمة. أيها المسلمون، تطهروا من الحدث الأصغر بإصباغ الوضوء كما أمركم الله به وجاءت به السنة، سموا عند الوضوء واغسلوا أكفكم 3 مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا 3 مرات ب3 غرفات ثم اغسلوا وجوهكم 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليد اليسرى مثل ذلك. وانتبهوا لأمر يفعله بعض الناس، يغسل يديه بعد غسل وجهه ولا يغسل الكفين، يظن أن غسلهما في الأول كاف عن غسلهما بعد الوجه، وهذا ظن فاسد ليس له أصل. فيجب عليك عند غسل اليدين بعد غسل الوجه أن تغسل جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق، والمرافق داخلة في الغسل، ولهذا يجب أن ينتبه الإنسان عند غسلها فيكسر الكم كله حتى يتبين جميع المرفق ثم يغسله، ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة من مايل الوجه إلى منابت الشعر من القفا والأذنان من الرأس، فيجب مسحهما بحيث يدخل الإنسان سبابتيه في صناخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع يشق نزعه فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه كان يمسح على عمامته. وإذا كان على الرجل خف أو جورب وهو الشراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو كان خفيفا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان على طهارة، أي أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح،
بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأما إذا كان عليه جنابة فإنه لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين ويغسل القدمين، بقول صفوان بن عسال رضي الله عنهما: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. ولكن متى تبتدئ المدة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، ولكن أرجح الأقوال أن المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث حتى يتتم المدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه ونقض وضوءه في الضحى ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على